أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تحقق تقدماً ملحوظاً في مؤشر تطور التجزئة العالمية، وتعد واحدة من أكبر قواعد المستهلكين في المنطقة مع إمكانات نمو ضخمة طويلة الأجل لتجارة التجزئة. وأشار المركز إلى تقدم ترتيب مصر 24 مركزاً خلال 7 سنوات لتصل إلى المركز السادس من بين 30 دولة في عام 2023، كما بلغ حجم مبيعات قطاع التجزئة إلى 303 مليارات دولار.